الاهلي واصل لكتابه التاريخ ويهزم اوراوا الياباني 3-2 عن جداره واستحقاق، 4-2 عن جداره واستحقاق، ويحصد الميداليه البرونزيه للمره الرابعه في تاريخه. انجاز كبير الكابتن شريف، ومحدش هيحققه غير النادي الاهلي، ولا حققه غير النادي الاهلي. مبروك. الف مبروك كابتن. مبروك جماهير النادي الاهلي وجماهير مصر كلها النهارده. مبروك الجماهير اللي في السعوديه اللي احنا بنسيب لهم دايما ذكرى جميله جدا، وهي التتويج والحصول على ميداليه في وسط المونديال الكبير، في وسط اعظم انديه موجوده في القارات. انا كنت مستني كابتن اسامه بس يقول لي على الموضوع الجول الرابع. الجول الرابع اكتر واحد فرح في الاستوديو. ما هو اسامه شايف معلول طول المباراه الحقيقه ان هو احسن لعيب في الملعب. ايوه. وانت شايف ان كوكا من احسن اللعيبه اللي موجودين صحيح. في الملعب. وانا شايف ان محمد عبد المنعم من احسن اللعيبه اللي موجوده في الملعب. فاللعيبه كلها عندهم كتير جدا يعني، ولكن الحاله البدنيه والاسلوب بتاع اللعب ودخول اللاعبين وخروج اللاعبين هو اللي بيأثر على الشكل ونتيجه المباراه. مش زي ما احنا قلنا كلنا، استحاله هتفضل تهجم طول طول الوقت، استحاله هتعمل ضغط على الفرق طول الوقت، ولكنك انت عندك ان انت تضغط وكل حاجه، وخاصه النهارده ان النتيجه دايما في صالحك. يعني 2-0 وعندك تجيب الثالث والرابع، وفرقه الحقيقه مش قادره تقف على رجلها، وانت بتدخل الناس معاك في باخطاء كره جيله في اول تايم، ثلاثه من عندنا بيطلعوا وسايبين الراجل اخطر واحد لوحده. صح. فاخطاء ملهاش اي لازمه. قول ضربه الجزاء اللي جت دي، يعني هي حاجات بتحصل، واحنا خدنا ضربه جزاء برضو. فاحنا النهارده طبعا موجودين النهارده هنا ومبسوطين جدا للكرم الكبير اللي احنا فيه، ان هو الناس اللي شككت فينا قبل البطوله وقالوا احنا هنلعب مباراه واحده ونرجع مصر وبعدين نبقى نروح الامارات، لا، النادي الاهلي كعادته الحقيقه. صحيح. صاحب مسؤوليه كبيره، صاحب انتاج كبير قوي، اسم كبير جدا، ربنا بيوفقه دايما، لان لما بتاخد الحكايه بروح ومأخذ جد اكيد ربنا مش هيسيبك كده. فالف مبروك للعيبه، والف مبروك للجهاز الفني، الف مبروك لخالد بيبو. يعني النهارده اول فرحه ليك يا خالد يا بيبو النهارده مع الفريق، توج بميداليه برونزيه في الامارات وبتدوق حلاوه التتويج والبطولات. الف مبروك للجهاز كله الحقيقه. متشكرين للعيبه، متشكرين للجماهير الغفيره اللي هي بتروح تقف جنبنا وتشجعنا. الجهاز الفني بقياده مستر كولر. والجهاز الفني طبعا، والضغوط اللي عليه دايما اللي بيتحملها، رغم احنا بنطلع دايما بنتمنى الافضل. يعني مستر كولر احنا بنتمنى الافضل، بنتمنى الاحسن. عايزينك دايما في الشكل ده، وخاصه بعد 5 بطولات السنه اللي فاتت. فهو ده النادي الاهلي مستر كولر، التتويج دايما. فتبقى بدايه وخطوه للي جاي، بدايه وخطوه للسوبر اللي انت رايحه ان شاء الله، بدايه وخطوه للدوري في مصر هنا وبطوله افريقيا باذن الله. مبروك علينا، مبروك على مصر كلها النهارده. وهارد لك ان احنا ما كناش بنلعب الفاينل النهارده. صحيح. وده اللي حاسس فينا احنا، ان احنا احسن. صحيح. كتير قوي من الفرقه البرازيلي، واديك شفت الفرقه الياباني اللي احنا كنا متخوفين من سرعاته، مفيش اي حاجه خالص. صحيح. لما بتلعب لعبك العادي تبقى لك ليك السيطره وليك الاستحواذ، وفردياتك عاليه جدا وامكانياتك عاليه جدا. فالف مبروك، الف مبروك يا اولاد، الف مبروك.